ننتقل للدرافت والبيكات والبنات مع ياسو والخولي. خلونا نشوف شو اللي راح يصير. نشوف مع بعض ان شاء الله اللي هيحصل ما بين فريق الاكس. شكرا جدا ليك يا زوزو طبعا، وشكرا للفقره طبعا التقديميه الخاصه بكلا الفريقين. بالفعل المهمه النهارده صعبه جدا يا خولي، وبالنسبه لي الصراحه بيت الشعر اللي ممكن يعبر عن محبي فريق الاكس اللي بيتابعوهم دلوقتي من خلف الشاشات هو: قلب فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاولي. طبعا الاول بطل كان موجود معانا، كانوا موجودين مع فريق اعضاء فريق الاكس تيم، وحاليا هيكونوا مشاركين زي ايزن من ناحيه فريق الاكس حاليا. فريق السن برضو مصمم على البان بتاعه فاني، وشكل كده يا خولي مش فكره، يعني لو تفتكر مش متذكر مين اسم اللاعب ده، كان سوبر قال لك احنا بنبند الحاجه اللي تخدم فريقنا احنا، مش اللي موجوده متميزه عن الفريق الثاني. انت ايه رايك في الحته دي؟ والله يا ياسر انا رديت عليه ساعتها وقلت له دراسه الفريق الثاني مهمه جدا، وده اللي خلاني رجعت لكينجي وسالته النهارده، وكينجي اكد عليا نفس الكلام. لازم تدرس الفريق اللي قدامك، ما تضيعش فرصه بان انك تعمل بان لهيرو انت الفريق اللي قدامك اصلا ما بيستخدموش، او اللاعب اللي عندهم مش مميز بيه، حتى لو خاطره مش هيكون افكتيف بيه، وحاله تبان على الفريق. لكن نرجع نقول دلوقتي ايزن مميز جدا بفاني، فالبان اعتقد ان هي مش هتكون مزعجه لفريق السن بس، لا هو عندهم اصلا فريق الاكس كمان في ايزن حاليا، وايزن معروف انه من هيروز المميزه عنده هي فاني، فالبان في محلها. منتظر اشوف كمان، يعني اتوقع مش هنقول توقع يا اسو، هي حاجه كلنا عارفينها ولا تخفى عليا وعليك، وهي ميدج معين كده المفروض ان فريق السن يعمل له بان تاني بان حالا. اول حرف من اسمه لوي، يعني ده سر انا بقول لهم اهو، اول حرف من نانوس. اول حرف لوي، لان نانوس مميز جدا بلوي، يعني من اقوى الهيروس اللي مميز بيها نانوس، ومعروف انه مميز جدا بلوي. لازم لوي تاخد بان من ناحيه فريق السن، لو ده ما حصلش تعرف بقى ان فريق السن فعلا مكمل بنفس الاستراتيجيه، ان هو يعملوا بان الحاجات المزعجه ليهم بس، مش بيحاولوا يدرسوا الفريق قدامهم. ولكن نوفاريا فاني، ناحية تانية ايدس كاديتا. إيديث كاديتا، صراحة شايف إن في تركيز من فريق الأكس المرة دي على الحاجات اللي بتتارجت شخص واحد، أو اللي هي بتصمم على إخراج شخصية واحدة من التيم فايت، زي كاديتا اللي إحنا شفناها كتير جدا طبعا مع فريق التريبل إي سبورتس، ولكن حرموا منها تقريبا كده في كده المرتين كانت موجودة مع البان ناحية فريق الأوكيباي. عموما مش ده موضوعنا، إحنا حاليا في ماتش الأكس وماتش تيم سن، بيحرموا برضو فريق سن من تواجد البيك الخاصة بيه كاديتا لمصلحتهم، أما بالنسبة لفريق السن ففاني شايف إن هي مبررة جدا، يعني فاني مبررة جدا قصاد أيدن بالذات. ممكن ان احنا نتكلم قصاد كينجي كانت غريبه شويه، ولكن قصاد ايزن انا ما عنديش اي شك نهائيا صراحه ان هي بان موفقه من ناحيه فريق السن. موجود عندنا دلوقتي كمان كاجا، وبالتالي واحد من الرومرز الكويسين جدا السوبر فوركي قدر ان هو يلعب بيهم معانا في الايام السابقه، بتكون موجوده في البان ليست. وفي عنوان كده الصراحه كان طلع لفت نظري وبستحضره دلوقتي معاك يا خولي، واللي هو ان كلا الفريقين فعلا ما حدش فيهم لحد دلوقتي حصل على انتصار كامل. يعني فريق الاكس مع نقطه وحيده فقط، فريق السن ما حصلش على اي نقطه نهائيه. فريقين محتاجين ان هم يحصلوا على انتصار يا ياسو عشان يقدروا ان هم يكملوا في سيره الدوري، زي ما عزيز زوزو قال الفريقين يعتبر في اخر الدوري، الاثنين محتاجين 2-0، حتى ال 2-1 مش هتبقى في صالح الفرقتين، يعني حتى 2-1 لاي من الفرقتين مش هتكون في صالحهم هما الاثنين. هما محتاجين حاليا فريق من الاثنين يكسب 2-0 عشان يبقى ليه امل ان هو يكمل معانا في المشوار. ولكن على كل حال دلوقتي برونو كانت البان الثالثه من ناحيه فريق الاكس، وكوجا البان الثالثه من ناحيه فريق السن. بوكيتو هتكون اول بيك لصالح فريق السن، بيك مميزه جدا، شايفها بيك ممتازه، ولكن حاليا منتظرين نشوف فريق الاكس ولويي. تفتكر ان هيكون ليها وجود يا اس ولا نانوس مش هيظهر لويي دلوقتي، او ممكن يفرجنا حاجه ثانيه؟ رد في ساعتها. رد فعلا في ساعتها، ما لحقتش اخد منك المايك، لقيت ان موجود فالنتينا. هو بص فالنتينا في ابعد الحالات ماشي، مش القريبه، ابعد الحالات ممكن ان هي تكون جانجل مع ايزن. يعني انا متذكر ان انا شفتها في الموسم اللي فات، ما شفتهاش الموسم الحالي ولكن شفتها في الموسم اللي فات. فدلوقتي عندنا فالنتينا بتكون موجوده من نصيب فريق الاكس منا، ودلوقتي بيكون لايتيمون المتميز جدا الصراحه، لازم نشيد
باداء هذا اللاعب اللي من اول ما شفناه في البطوله الحاليه هو متميز بكل الابطال اللي هو لعب بيها. وحاليا بنشوف اختياره ليوزونج. يوزونج بطل متميز جدا الصراحه. يعني شفنا المواجهه اللي فاتت كان يوزونج موجود في البان مرتين لو تفتكر يا خولي، في المرحله الثانيه من عند التريبل كان يوزونج معمول بانه، وده مش بس يعني يوريك ان في خطوره من الفا وان ده هيرو متميز لالفا بالذات، ولكن هو هيرو متميز بشكل عام. وحاليا تواجده في صفوف فريق الاكس اظن هيضيف له كتير جدا يعني بالذات في الفايتس او في المشاجرات والقتالات كده اللي هتحصل عند التيرتل او اللور. تواجد ايرتل صاحبه اول مانياك موجوده معانا في البطوله لكن كانت على ايد لارك هتكون موجوده مع فريق تيم سن، وحاليا يستعين تيم سن بتواجد فريدرين. وحاسس كده الحاجه اللي ناقصه عند فريق تيم سن هي هيلر او سبورت. حقيقي ممكن جدا احنا نشوف هيلر او سبورت زي ما انت قلت يا عزيزي، وخاصه زي ما احنا قلنا هنبدا نشوف هيلرز او سبورتس كتير، خاصه وكمان فريدرين وبكيتو الاثنين لما يكون معاهم سبورت تكون اضافه كبيره. الاثنين مش هنشوفهم بيسقطوا بسهوله، ولكن طبعا بترجع ليه خيارات الكوتش زي ما احنا دايما بنقول. ولسه في تو بانز من كل فريق، ممكن جدا نشوف هيلرز بتعمل لهم بان، ممكن نشوف ماتيلدا بتعمل لها بان، ممكن نشوف انجلا كمان بتخش في البان من ناحيه فريق الاكس عشان يحرموا فريق السن انه يحصل على حاجه زي كده. ولكن خلي بالك ان اكاي هيكون موجود دلوقتي لصالح فريق السن عشان يكون موجود كجانجلر مع ايزن بنسبه كبيره، هيكون السويتش موجود ما بين ايزن وما بين نانوس. اكاي يعني احنا ما شفناهوش غير مره واحده مع ليو في الموسم الحالي يا اسو، ابتدى اكاي يختفي شويه في الجنجل او ممكن شفناه اكتر مره بس ما بقناش نشوفه زي الاول. فتفتكر الموسم اللي فات اكاي كان كل جيم بيكون موجود فيه حقيقي، يعني بالذات لو نفتكر يعني مع اللي احنا كنا مسمينه خلاص كونغ فو باندا الراجل الليو. ليو كان بص اكاي 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 طول الموسم اللي فات، وبرده كان فريدرين موجود معاه في البيكات ولكن كان اكتر حد متميز معانا. اكاي دلوقتي موجود مع فريق الاكس، ودي حاجه تخليني ارجع تاني لفقره ايه بكات الجوكر او البكات ممكن تكون موجوده في اكتر مكان. ممكن يكون رومر، ممكن يتحول يكون موجود مع سوبر بوركي، ممكن يكون هو الجانجل مع ايد ايزن، ولكن حتى الان مش واضحه بالنسبه لي لفريق الاكس بشكل خاص يعني من هو اللي معاه الدرافت حاليا. موجود عندنا المرحله الثانيه خلاص بالفعل بدات، وتواجد اثنين سبورت اثنين من الداعمين لمصلحه فريق الاكس في المرحله الثانيه من الدرافت بشكل سريع جدا بيشيلوا منهم ديجي. طبعا ده اعتمادا على كميه كراود كنترول، شايف الشلل المؤقت موجود عندهم قد ايه، فالنتينا اكو وكمان حط معاهم يوزونج ممكن ان هم يزودوا اكتر من كده بكتير. وانجلا المبرره زي ما قلت لك محتاجين هيلر عند فريق السن يظبط الخلطه الجميله اللي هم بيبداوها ديت. وحاسس ان الدرافت ده كده من فريق السن احسن من الدرافتات اللي شفناها قبل كده يا اخويا. حقيقي فريق السن دلوقتي ابتدى يغير في الدرافت بتاعه، وابتدى الدرافت بتاعه يكون مميز، لكن كمان فريق الاكس لحد دلوقتي عنده درافت ممتاز جدا. خلينا نرجع ونقول ان برودي كان البان رقم 4 من ناحيه فريق السن، منتظرين دلوقتي نشوف اخر بان من ناحيه فريق السن هل هتكون على الماركس مان، خاصه معاهم ارسل وكمان برودي باند، ممكن نشوف بيتريكس باند، ولكن لينج هو اللي هيكون موجود في البان حاليا. مش مقتنعين ان اكاي هيكون جانجلر من ناحيه فريق الاكس، ممكن شايفين اكاي هيكون رومر وايزن لسه متجه انه ياخد لينج او حاجه، عشان كده عملوا بان لينج. بصراحه بان عجيبه يعني مش هقدر افهمها شويه، ان اكاي بنسبة يعني 70 أو 80% هيلعب جانجل. يعني أكاي في الروم مش عارف، احنا ما افتكرش ان احنا شفناه في الروم اصلا قبل كده في الموسم الماضي او الموسم الحالي. انا على حسب ما اتذكر كان في النهائي بالذات، يعني بالنهائي كان مارو بيلعب بأكاي وكان مؤثر جدا بيه. انا فاكر حاجة زي كده يعني، ممكن اكون انا ذاكرتي مش مساعداني دلوقتي، انا فاكر لقطه زي كده ان انا شفت مارو وهو عامل الت على اتنين في حيطه وكان بيلعب باكاي في الروم. ولكن عموما بيرجع مره تانية للدرافت، وهنشوف ان فريق السن بعد ما عمل بان لفاني في البدايه، بعد ما قال لك لايزن احنا بنعترف بوجودك وبنعمل لك فاني واكيد بنعمل حساب لفاني بتاعت ايزن، ما زالوا مستمرين في الشك ولو حتى بشكل بسيط ان ايزن هيكون موجود على الاساسنز، وبالتالي بيشيلوا له كمان لينج. مع اني عارف ان يعني حتى ايزن بيعرف يلعب بهايا وبغيرها من الابطال، فصعب جدا انت تتخيل تضايق الخيانه عليه، ولكن ممكن تكون دي هي خطه فريق التيم سن، هو عايزه يروح يلتفت لحاجه معينه لو ما كانش اكاي هو بالفعل زي ما انت قلت كده يا خولي هو البيك الخاصه بالجنجل عند فريق الاكس. من عموما دخلنا مرحلة تانية من البيك بقى من الاختيار لكلا الفريقين، وبنشوف مع بعض ان بيتريكس بتكون موجودة بشكل سريع جدا عند فريق الاكس كأنه كان مستني البيك دي ان هي تكون متاحة. اما الناحية التانية فيكون عندنا استعادة الامان بتواجد ألتميت فارمس، واللي هيكون مفيد برضه خلي بالك مع فالنتينا الناحية التانية. اما بالنسبة للرومر فهيكون موجود عندنا كفر.
حي فارمس وكمان كفرع زي ما انت قلت كده. فالنتينا ممكن هي تستفاد بالتيميت فارمس وهي هتكون مفيده جدا ليها. اعتقد تقريبا هي الالتيميت الوحيده من ناحيه فريق السن اللي تقدر فالنتينا تستفاد منها. بقيه الالتيميت حتى التيميت كفرع مش هتكون افضل حاجه. فزي ما تقول كده فريق السن لحق فريق الاكس بيك فالنتينا كده قال لهم يعني مفيش اي التيميت عندنا ممكن تستفادوا منها، فخدوا فارمس هتستفادوا منه. وقول لنا رايك برضه. للأمانة الفريقين تألقوا بناحية البكات والبنات، ما عندي هالكثير التعليقات ممكن أحكيها، لأنه بنهاية المطاف أنا خلص صرت على قناعة مين ما تأخذ تأخذ. أنا بهمني كيف الطريقة اللي أنت رح تلعب فيها جوا الجيم، شو التوقيت المدروس من قبلك جوا الجيم، كيف رح تقدر بأنك تتعامل مع الخصم في حالة الدفاع في حالة الهجوم. غير هيك فريق السن لازم يورجينا الجدية بقى. أنا بالنسبة لي لازم أشوف في جدية، وجود آيسن رح يختلف جدا أكيد، ولكن بنفس الوقت فريق السن راح يكونوا شرسين، صدقا راح يكونوا شرسين بهذا الجيم. ومو بس هيك، في عنا احنا كمان نقطه جدا مهمه، الدخول في اجواء البطوله. يا ترى ناسوس وايزن دخلوا باجواء البطوله؟ اكيد لا، لانه هيدي اول مشاركه لهم، فهذا كمان بالتوفيق لكذا الفريقين. عندي فضول جدا اعرف كيف راح يتم السيناريو ما بين كذا الفريقين. هذا المباراه بالنسبه لي هي مباراه مصيريه، لازم الفريق بقى يعرف كيف بده يشتغل. مثل ما قال خوري 2-1 ما لم مصلحه اي فريق كان، بحاجه لحتى يتم حسمها ب 2-0 لحتى يقدروا الفرق يصعدوا بقى بالترتيب ويبلشوا انهم ينافسوا الفرق المنافسه لهم في جدول الترتيب. بينما من ناحيه كيف راح يكون استايل اللعب، للامانه انا ما عندي فكره، لانه فريق السن ما شفنا منه استايل لعب كان واضح بسبب ضغط فريقه الاكمل له في المباراه. كان بالمباراه الاولى دائما دفاع، المباراه الثانيه حول بانه يهجم، بعدين حول مره ثالثه للدفاع، عفوا مره ثانيه للدفاع. فريق الاكس هو عنوان واعلان اما دخول الاكس اللي بنعهده واللي بنعشقه بوجود ايزن وناسوس وباقي الاعضاء، ام غياب فريق الأكس وعودة فريق السن. مايك معاكم يا زوز وخولي، أبدعوا وأنتم. بالفعل زي ما انت قلت كده يا زوزو، هنشوف هل هو حضور في اول ظهور كده من ايزن وكمان من نانوس، وبرضه نقدر نقول الاكس منها في البطوله، لان هم لسه اول مره نشوفهم. طبعا السينرجي عامله ازاي او التناغم ما بين اللاعبين عامل ازاي. وهرجع كده لنقطه سريعه يا خولي، لو تفتكر واحنا في الدرافت قلت لك ممكن نشوف اكاي في الروم، او ممكن نشوف اكاي موجود يعني مع الرومر ويلعب كتانك، وايزن يبدل المهمه ويتجه لان هو يلعب جانجل ببطل تاني. وده بالفعل اللي حصل، هيكون موجود عندنا مارتس من ناحيه ايزن في مهمه الجانجل، اما سوبر فوركي فهيقوم بمهام التانك ويقوم بمهام المدرع، وهيكون بيلعب معانا باكاي. بيفصلنا ثواني معدوده عن الالتحام في ارض الفجر اللي بتجمع لاول مره ما بين تيم سن العملاق السعودي وفريق اكس من الامارات. مباراة هتكون ممتعة يعني، وهتكون مباراة يعني حماسية بإذن الله يا ياسو. الفريقين زي ما احنا قلنا محتاجين ان هم يحصلوا على الفوز. كمان وجود نانوس ووجود ايزن اللي احنا كتير مستنيين ان احنا نشوف ايه اللي هيقدروا يقدموه كفريق الاكس حاليا، كاضافة للفريق اللي موجود دلوقتي بعد طبعا ما استحوذوا او اخذوا الشعلة زي ما قلنا من فريق كيرس سكواد. فريق دلوقتي الاكس منا بمساعده لايتي مون طبعا وفالنتينا، الاثنين موجودين في التوب لين. وطبعا نفس ما قلنا كده الاكتر مره، الاستراتيجيه دي بقت موجوده ان الميد لينرز بيتجهوا على الاكس بي لين في الاول، خلصوا اول ويف معاهم، بعدين يبداوا يرجعوا يساعدوا الجانجلرز لحد ما الترتل يبدا يظهر، وبعدها يبداوا ان هم يتحركوا مع الجانجلرز. تريبل موجود مع ايرسل، اعتقد مش هنشوف فايتس كتير بين الاثنين. الاثنين عايزين يجمعوا ايتمز ويخشوا لمجريات المباراه، ولكن اعتقد ان الجانك هتكون موجوده من فريق الاكس على البوت لين. الثلاثه دلوقتي قريبين جدا من البوت لين. بالفعل هم موجودين قريب، ويعني هي دي الحاجات اللي بتفرق فريق عن فريق. انت كنت اتكلمت كده قبل ما ندخل الماتش ده على حاجه، ولكن هسترجع بعد شويه. ايزن حاليا بالالتيميت، والضحيه الاولى اثبات الوجود من ايزن مرعب جدا، وصل لليفل 4 في الوقت الصح، قدر يستعمل الالتيميت في الوقت الصح. وايزن حاليا بالضرر جميل جدا، وطبعا امتصاص الضرر باستعماله للسكند سكيل او للمهاره الثانيه بيقدر ان هو يتلقى كتير جدا من ضرر فريق تيم سيل. وطبعا زي ما احنا كلنا خلاص عرفنا مع كل فيرست بلاد هيكون موجود معانا كود، تقدر انت تترقب هذا الكود، وتقدر انت تترقب ان انت تحصل عليه وتحصل معاه على سكن جميله جدا من زيرو. المتابعه حلوه جدا من شيلد وسوبر فوركي، مضطر ان هو يعمل الريكول حيث. ولكن الحاجه اللي انت كنت عايز تسترجعها انا عارفها كويس، انت عايز تسترجع يعني حته ان فريق
السن، ولكن انا حتى كمان تقريبا نسيت انت كنت عايز تسترجع ايه. خلينا نشوف الترتل دلوقتي موجود وايزن موجود، وممكن جدا نشوف الريتل موجوده من ايزن، مش هيسيب ابدا الترتل او السلحفاه الاولى، خاصه زي ما انت قلت كده انه معاه الكيل الاولى. انت كنت عايز تسترجع موضوع الجانجلر روتيشن او الاتجاه اللي بيمشي فيه هم يلاقوا الجانجلر. شكل ليهم بالظبط طبيعي، كل جانجلر بيكون له روتيشن يعني، ده طبيعي جدا. خلينا بس بعد ما نشوف الفايت دي لايت مون حاليا في خطر، ولكن كفرع قدر ياخد الكيل عليه، والترتل لحد دلوقتي لسه ما اتحسمش مين اللي هيقدر انه يسيطر عليه، والفرقتين لسه موجودين. هنتفرج على متعه الترتل معاك، وبعدين نشرح للناس موضوع الجانجلر روتيشن. هو مش عارف يعني، حاسس ان فريق التيم سين وفريق الاكس مينا هما الاثنين بيتقدموا، ولكن على استحياء كده، اللي هو محدش عايز ياخد الترتل قوي، محدش عايز يبدا الفايت دلوقتي، محدش عايز يشعل المنطقه بتاعت الترتل شويه، كل واحد بيلعب وبيغني على ليلاك كده، وبياخد الجنجل اللي حواليها، بياخد بقى يحاول يقرب يرجع تاني. بينجو حاليا مع تواجده عند الترتل الصراحه الحاجه الوحيده اللي راجعه دلوقتي هو ترازان، ولكن دلوقتي ما بتحضرش الريتريبيوشن بتاع ترازان، وبتغيب عننا الالتيميت بتاعه بينجو. الضرر عالي جدا دلوقتي عندنا الالتيميت من ناحيه نانوس، بيقدر انه يستفيد من فارمس وبيعيش ولو حتى شويه صغيرين ايزن، وايزن بعد حصوله على الترتل يتم معاقبه. الضرر عالي جدا جاي من ناحيه بينجو، الكل ورا الكل، وعندك دلوقتي ما زال الضغط مستمر، ومع وجود الفيرست فليكر من ناحيه شيلد الا ان هو بيوصلش بيقدر ان هو يساهم، فاربع كلات مصلحه فريقه مع لقطه جميله زي كده، بيجي كود جميل جدا جدا جدا، تقدر ان انت تستحضر هذا الكود وتاخد هذا الكود وتحصل فيه على فرصه الحصول على سكن تصل قيمتها ل 899 جوهره. وكلمني كده يا اخوي، لو نرجع بقى للمناقشه بتاعتنا، ان فريق السن ما زال محتاج يلاقي طريقه اللعب بتاعته اللي يوظفها في الماب. حقيقي فريق السن دلوقتي كمان نوعا ما نقدر نقول ابتدى يلاقي طريقه لعب مميزه. فارس اخذ جولد تعتبر توب لين كمان كله، ولكن خلي بالك دلوقتي ان شوقي موجود على فارس بالظبط، ولكن صعب انه يقدر يعمل معاه حاجه، خاصه ان بينجو كمان حضر، لكن بينجو حضر بريتري اجريسيف قوي على سوبر، واعتقد ممكن كيل تكون موجوده، لكن دلوقتي اضطر انه يستخدم الفليكر عشان يهرب نانوس كمان، ولكن سوبر قدر ان هو يعني يهرب وقدر ان هو يتراجع بعد ما استخدم الفلتر بتاعته. خلينا مره ثانيه نرجع بقى ونكمل المناقشه بتاعتنا، ونقول يا ياس وكده الجانجلر بتاعته الجانجلر بيبقى طبيعي للروتيشن، يعني الجانجلر ابتدى في البلو طبيعي كده، الجانك الاولى هتكون موجوده على التوب سايد، هياخد الريد جانجل التوب سايد، او الجانك هتكون موجوده على التوب سايد، لو ابتدى ريد فطبيعي هياخد البلو جانجل بلو يعمل جانك على البوت سايد. هنا مهمه الرومر في الاول يكشف الجانجلر ابتدى فين، وده اللي بيميز واحد مثلا زي تكاشي او واحد زي مارو او واحد زي ترول او الناس الرومرز اللعيبه، ان هو دايما بيحاول يعرف الجانجلر ابتدى فين بتاع الخصم، عشان يعرف اول جانك هتكون فين للفريق المنافس، ويبدا يحذر لو هتكون على البوت لين يقول لي بيتريكس خلي بالك الجانك هتكون عليك، فابدا اتراجع. ولكن الترتل الثاني موجود والدمج موجود على سوبر دلوقتي، سوبر 4K بيحاول انه يسرفايف الالتيميت بتاعته، فعلا قدر انه يهرب، ولكن سن اعتقد هيستحق. الترتل الثاني اظن هي مساله وقت بالفعل للسن، بتواجد الماركس مان كمان مع بينجو وعدم حضور ايزن بشكل تام. عندك دلوقتي بيحاول ان هو يضيق شويه على الشيء شيلد، يعني بيحاول ان هو يبعد ايزن عن مهمه الترتل، وبالفعل بيقدر فريق السن هو يحصل على الترتل. الفايت ممكن يحضر معانا في البوت لين بتواجد اربع اعضاء، او دول خمسه، دول خمس اعضاء من فريق السن في البوت لين، وحاليا الضرر عالي جدا على سوبر فوركي. في سوبر فوركي بيقدر ان هو يرجع لورا، الشيلد والالتميت موجود على نانوس، نانوس مضطر يستعمل الالتميت بتاع فارمس، ولا ما بيضطرش ان هو يستعمل الالتميت فارمس، نانوس حاليا موجود، ولايت مون جاي من بعيد قوي، وايزن برده بيحاول ان هو دلوقتي يتقدم، بيقدر ان هو يجيب السكند سكيل، والضرر عالي من ايزن، ولكن ما يزال غير كافي، البتروفاي موجوده، تريبل بيحاول يكمل، ولكن ما زال كل فرد من افراد كلا الفريقين بعد سقوط سوبر فوركي على قيد الحياه. انا كنت متوقع ملحمه تحصل بين فريق تي ام سين وبين فريق اكس مينا، ولكن يعودوا هما الاثنين بدون اي خسائر تذكر. ولكن هنفكر الناس ان خمس كلات دلوقتي موجودين عند فريق السن، ودي اول مره تقريبا نشوف فريق السن متقدم في البدايه بالتقدم العالي ده، خمس كلات وكلايه واحده موجوده مع فريق الاكس مينا، 18000 جولد او 19000 جولد موجودين مع فريق السن، فريق الجولد حوالي 3000 جولد دلوقتي لصالح فريق السن، فرق ما تستهنش بيه ابدا، خاصه ان احنا في الدقيقه السادسه دلوقتي، فالفرق الجولد مش قليل ابدا. فارس دلوقتي على لايت مون بيحاول ان هو يقتل الويف، واعتقد انه قادر يعمل ده بعد ما خد جولد اتطور التوب لين كامل، وكمان فارس معاه خمس اسيستات خلي بالك يا اسو، وده رقم كبير،
يعني اعتقد انه قادر يصمد، وكمان بيحتاج على الميد لين يساعد فريقه بينجو هنا على سوبر، وسوبر بيحاول يهرب، ولكن الترتل الثالث هيكون موجود معانا بعد 20 ثانيه. هو المهمه صعبه جدا الصراحه على فريق الاكس مينا ان هم يرجعوا بسرعه، هم محتاجين لقطه ان هم يقلبوا فيها ميزان الامور كلها، محتاجين سوبر فورك كده يعمل التي جميل جدا، يعني ياخد بيه اثنين عند حيطه او ثلاثه عند حيطه ويبدا فريقه ان هو يسبب ضرر عليهم. هل ده هيحصل ولا لا؟ ده سؤال صعب جدا مفيش جواب ليه غير مع سوبر فوركي من ناحيه فريق الاكس مينا. الاكس مينا لحد دلوقتي قادرين ان هم ياخدوا، نقدر نقول كده حذرهم، يقدروا ان هم يلموا صفوفهم شويه، ولكن لحد دلوقتي ما حضرش منهم اي خطوره. هل يا ترى الخطوره دي هتحصل على التلت اللي جاي ولا لا؟ ده اللي احنا هنعرفه في خلال ثواني معدوده بعد تدخل لايت مون طبعا اللي قدر ان هو يوصل في وقت سريع جدا للتيم فايت، والنوك اب موجوده والالتيميت برضه بتحضر من ناحيه زيرو، ما بيقدروش ان هم يعملوا اي حاجه فريق الاكس مينا، والتلت اللي بتروح بمنتهى السلاسه لمصلحه فريق تيم سن. وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه مع زوزو ياسو لو تفتكروا، او زوزو كمان يفتكر، ان انا كنت بقول له لما كان بيسالني عن اضافه نانوس او اضافه ايزن، وقلت له هو سلاح ذو حدين، يا هيدمر الفريق يا هيخلي الفريق يعلى بشكل كبير، ممكن جدا ما يقدروش ان هم يتلاغموا، خاصه ان فريق الاكس معظم الوقت خلي بالك كفر علينا بالجنب والالتي بتاعته قدر يجيب لايت مول، وهنا الكل راحت لصالح ارسل على كل سكيل سته، وكمان طور التوب لين اتدمر. يعني سين دلوقتي مسيطرين على مجريات المباراه بشكل كامل متكامل، وفارس كمان هنا في مهمه الدفاع قدام الاثنين، واعتقد انه هيقدر يدافع عن البرج بكل سهوله، هياخد المينيون حالا ويقدر يدافع، صعب ان هم يقدروا يعملوا معاه حاجه. فارس معاه خمس اسيستات، وكمان تاور الثاني في التوب لين راح، وده اللي احنا بنتكلم عليه. واو. فين الكوميونيكيشن؟ اثنين تاورز راحوا كده بدون اي، يعني راحوا هباء بدون اي مناوشات من فريق الاكس، وكمان تاور البوت لين راح عليه فريق الاكس ما قدرش ياخده. هنا ده الكوميونيكيشن او مس كوميونيكيشن بنتكلم عليه، الاثنين لسه داخلين جداد، صعب جدا يتناغموا في الوقت ده مع الفريق، خاصه ان فريق الاكس معروف ان هم كانوا خمس لعيبه ثابتين على مدار المواسم الماضيه كلها، دلوقتي بتتكلم اثنين لعيبه وثلاثه من فريق الكيرس سكواد. وخلينا نتفرج على متعه الفايت اللي ممكن تحصل معانا حالا يا اسو. فريق الاكس ده اداء غير مماثل تماما لنسخه فريق الاكس اللي احنا نعرفها واللي احنا متعودين ان احنا نتفرج عليها. فريق السن برضو نقدر نقول مش هي دي النسخه اللي احنا بنشوفها مع فريق السن بدايه المواجهه. حلو جدا، ده وصلنا من ناحيه سوبر فورك زي ما قلت لك، محتاج ان هو يجيب التيميت كويس على حد من اعضاء الفريق الخصم، بالفعل بيقدر ان هو يجيب ايرث بشكل سريع جدا، وموجو جوجو حاليا بيسقط من ناحيه فريق تيم سن الضرر عليه. ممكن احنا نشوف ايزن بيتدخل دلوقتي ولا لا؟ بيتدخل بالفعل، ولكن متاخر شويتين على التيم فايت، وفريق الاكس مينا يحصل نقدر نقول كده الكل دي بتدعمه شويه، بتخلي فيرفل ان هو يرجع شويه في الجولد بتاعه، ولكن ما يزال فريق تيم سن في الصداره. اللورد الجاي ممكن انه يحسم حاجات كتير، واللورد الجاي ممكن ان هو يكون من نصيب فريق الاكس لو دخل لمنطقه تيم سن وقدر ان هو يعمل ريديبيوشن، او ممكن نشوف فريق السن ما يزال متمسك بزمام الامور وما يزال متمسك بالسيطره ويحصل على اللورد الاول ليه في المباراه. صراحة أداء أسطوري، أداء بيخوف من فريق السن، ولكن زي ما احنا شايفين دلوقتي الدخول على كفرة بيحاول ان هو يسرفايف، يعني أداؤهم عظيم جدا، وزي ما احنا شايفين مسيطرين على مجريات المباراة بشكل كامل، ولكن اللورد موجود في أرض المعركة، فارس حاليا في خطر. فريق الأكس دلوقتي بيحاول انه يدور على فايت، بيحاول انه يدور انه يجيب كيلز، مستغرب جدا فريق الأكس ان هو بيهايند بالطريقة ديت، وهو اللي بيدور على فايت مش فريق السن اللي بيدور على فايت، ودي حاجه نقدر نقول من الحاجات اللي فريق السن لازم يركز عليها، ولكن الالتيميت كانت موجوده من سوبر هنا وقدر انه يجيب كفره على كفره في خطر، وكان الرشيش موجود من بيتريكس، وده من عالي جدا من فريق الاكس، ولكن حاليا فريق الاكس هو اللي بيتراجع بعد ما الالتيميت كلها راحت هباء، وعلى طول دخول من بينجو الدمج عالي، ولكن نانوس اضطر انه يستخدم الالتيميت بتاعته، واعتقد دلوقتي يوزونج بالتنين المجنح، والالتيميت موجوده من فالنتينا كمان، فالنتينا وفارمس الاثنين استخدموا الالتيميت، الالتيميت كلها اتدمرت يا اسو، ولكن مفيش ولا كل ولا حد من الفريقين. يعني انا مش عارف بصح، يعني بحقيقي كل حاجه اتعملت في الفايت اللي فات، ومفيش اي حاجه اتكسبت في الفايت اللي فات، ولا حد جاب كل زياده، ولا حد دخل على لورد، ولا حد عمل اي حاجه. سوبر فورك حاليا داخل وبيحاول ان هو يضرب الالتيميت بتاعه، معاه التيميت اصلا، معهوش التيميت اساسا، ولكن الكل بتحصل دلوقتي وصلنا على نانوس، وبيرجع مره ثانيه ايزن بالضرر العالي بتاعه، ما بيقدرش ان هو يسبب الضرر الكافي، والضرر موجود من ناحيه فارس بيقدر يوصل، بينجو بيقدر يوصل، اللورد بيكون موجود،
والخسائر نقدر نقول كده كانت بعوية، عارف انت زي ما تكون بفايدة كده، اللي هو كأني باخد منك الفوائد بتاعت التيم فايت اللي فات. دلوقتي انت حارق قلطات كتير، دلوقتي انا عاقبك، دلوقتي انت مفيش معاك اي حاجة تقدر تدخل فيها على الفايت، دلوقتي انا هكون موجود بالهيروز بتاعتي والابطال بتاعتي وهدخل وهدمر الفايت بتاعك واخد منك اللورد. اللورد اول بيكون من نصيب فريق تيم سن، في حين تراجع من فريق الاكس من تيم تراجع غير معهود، ولكن هذه هي الامور. ومواجهه الابطال زي ما دايما بنقول ما بتقبلش الاسم على 2-1 بس اللي هيطلع بانتصار النهارده. اي واحد بس اللي هيطلع بانتصار النهارده، ولكن فريق السن هو اللي مسيطر من اول دقيقه لحد لحظه احنا فيها، معاهم دلوقتي 3 طورات و2 ترتل، وزي ما احنا شايفين فرق الجولد حوالي 5000 جولد. طور كمان الميدلين الثاني بيسقط لصالح فريق السن، فريق السن مسيطر على كل حاجه واللورد حاليا متجه، ولكن اعتقد مهمه الدفاع عن اللورد ده تكون سهله. تربن يقدر يستخدم الالتيميت بالقنابل ويقدر نعمل كبير بكل سهوله يا ياسو، لكن زي ما احنا شايفين كده الالتيميت موجوده من القاي، ولكن فارس سهل جدا انه يهرب وكلير اللورد هيكون سهل. ولكن فريق السن دلوقتي لازم يبدا يركز ازاي يقدر يخلص الجيم، وده اللي بيعمله فريق السن. اخد كمان تاور البوت لين، مفيش بس غير الابراج الداخليه اللي لسه موجوده لفريق الاكس، ولكن الانجيجي كان موجود والدمج عالي جدا على لايت مون. لايت مون بيحاول انه يرجع، ولكن ارسل قدر انه يجيب الكل على يوزونجو. الانتر كاب موجوده من فارمس عشان تحمي اعضاء فريق البرج الداخلي في الميدلين حاليا بخطر. ارسل بالدمج عالي على التاور، ولكن ما قدرش ياخد التاور والكل راحت لصالح فريق الاسن. الاكس انا ما اظنش ده الاداء اللي كان المشجعين منتظرينه، واظن بقى ده الاداء اللي فريق السن مشجعينه كان منتظرينه. مره ورا الثانيه ورا الثالثه بيكونوا موجودين معانا في المباراه الحاليه وبيثبتوا وجودهم من اوسع الابواب. يعني انت لو بتتكلم على كيلز، الكيلز حضرت، لو بتتكلم على ابراج، الابراج حضرت، تيرتل لورد، كل ده موجود. فريق السن دلوقتي بيثبت وجوده بكل ما في الكلمه من معنى. فريق الاكس على الناحيه الاخرى نقدر نقول غياب، ولكن سوبر فوركي دلوقتي ممكن يعدل النتيجه دي. بينجو حاليا ممسوك عند الحيطه، ومفيش اي حاجه تقدر ان هي تعيشه من حاجه زي كده غير التيميت من ناحيه 0-0 حاليا مع الفايت بتاعه. ما بيقدرش ان هو يعمل حاجه غير ان هو يرجع فريقه، واظن ده اللي كان مطلوب. وحاليا يتكبد فريق الاكس خسائر بالجمله لمصلحه فريق تيم سن. وغريب جدا تراجع فريق الاكس مع ان الدرافت بتاعه كويس، الا ان دلوقتي في الاغلب كده كولي هنشوف لورد سهل 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 لنصيب فريق السن. هاي لورد هيكون سهل لصالح فريق السن تيم زي ما انت قلت يا اس، وكمان هيكون لورد انهانسد. مفيش غير برجين بس اللي موجودين عن فريق الاكس، منهم برج التوب لين اللي خلاص يعني محتاج بس حد يعدي من جنبه عشان يقع او يسقط، ويكون البرج الاخير في البوت لين بس هو اللي موجود. فريق السن دلوقتي على اعتاب خطوات بسيطه من انه يحصد انتصار اول في الجوله الحاليه على فريق الاكس. ايزن دلوقتي بيقول لا، ايزن عايز يخش وعايز يفايت على اللورد، وكمان سوبر بالالتيم بتاعته، لكن الدمج موجود من نانوس هنا، الدمج عالي، ولكن الله الله عليك يا غفره، المجزره كانت موجوده، المجزره الناحيه الثانيه من فريدريك، مجزره ورا مجزره ورا مجزره، والتريبل هيودع حالا لان فارس مش هيرحمه ابدا، وفعلا قدر يجيبه في خط الضغط كان موجود لفارمس. ونهايه الجيم هتكون حالا نهايه ساحقه لصالح فريق السيتي. تجري الرياح بما لا تشتهي سفن. فريق الاكس منا يستطيع فريق السن ان يخرج عن الصيام الخاص بالنقاط، وحاليا يحصد اولى نقاطه في موبايل ليجندز. نقدر نقول ام بي ال منا لموسم الخريف على حساب القادم في اول ظهور لفريق الاكس. واو واو، فينا نقول ويلكم باك.